مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ اليوم رح نحكي عن طريقة مميزة جدا نقدر من خلالها نحول أي فيديو أو أي مقطع صوتي لنص بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكن تكون حابب تحول فيديو على اليوتيوب لنص وتستفيد منه بصناعة مقال معين، أو ممكن تكون عم تسجل محاضراتك بالجامعة مثلا بشكل صوتي وحابب تحولها لنص. فبهذا الفيديو رح أعطيك طريقة مميزة لتحويل أي مقطع صوتي أو مقطع فيديو لمقال. لو مهتم تابع الفيديو. وبالمناسبة فكرة المقطع مأخوذة من تعليق الأخ دانيال. ولا يلا نبلش. أول شيء صديقي، الموقع بسيط جدا ولا يحتاج إلا لبضعة خطوات وراح يكون النص جاهز عندك. راح ندخل على الموقع، طبعا رابط بصندوق الوصف. هاي الصفحة الرئيسية، راح نضغط على Transcribe Now وهذا المكان اللي راح نرفع عليه الصوت أو الفيديو. حاليا راح أرفع ملف صوت لأنه بيكون حجمه أخف من الفيديو، وهي الصياغة اللي بدعمها الموقع. انتبه صديقي، لو انت مسجل صوت من خلال اللابتوب او الهاتف الجوال رح تكون الصيغة M4A، فهون انت لازم تغير هي الصيغة ل MP3 او WAV مثلا. صديقي فضلا لو مستمتع اضغط على زر اللايك، ولو مهتم بالذكاء الاصطناعي وحابب تعرف على معلومات اكثر حول هذا الموضوع فيك تشترك بالقناة لتوصلك الفيديوهات بشكل دوري. وهلا لحتى نغير الصيغة رح نروح على موقع Convert، رح نرفع الصوت ونختار تحويل ل MP3، وبعدين رح ننزل الصوت الجديد ونرفعه على الموقع. بعد ما نرفعه على الموقع رح نحدد اللغة ونضغط على المربع أيام هيومن، نضغط على ستار. واو، النص صار عندك بثواني، شي خطير يا جماعة، فعلا الذكاء الاصطناعي روعة. انت متخيل بأي سهولة؟ بس طيب في أخطاء إملائية، مو مشكلة، انت فيك تعدلها أو فيك تبع الطريقة اللي رح لك عليها. رح ننسخ النص ونتوجه على جوجل بارد. رح أقله لجوجل بارد: أنت شخص عظيم متقن اللغة العربية بشكل ممتاز، تستطيع تصحيح الأخطاء الإملائية وتستطيع فهم سياق النص وتعديل الكلمات الغير مفهومة. قم بتعديل الأخطاء الإملائية والعبارات التي تحتاج إلى تصحيح بالنص التالي، وراح أضيف النص. انتظر شوية صديقي، راح تحصل على نص جاهز معدل من قبل جوجل بارد. بعتقد لهون انتهينا من الشرح وما ضل في أي شيء بخصوص هذا الموضوع. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنسى الإعجاب بالفيديو. لو عندك أي فكرة بخصوص الذكاء الاصطناعي حابب إني أحكي عنها تقدر تتركها بالتعليقات. ولا إلى اللقاء بالفيديو القادم، سلام.